السلام عليكم ورحمة الله برحب بالجميع في كل مكان أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن برحب بكل متابعي القناة النهاردة زي ما احنا شايفين كده هنشتغل طاقية بوني أو سلاوتشي بغرزة الباف اهداء مني لي حبيبتي اللي طلبت نشتغل طواقي تنفع للمحجبات المحجبات الحقيقة من الباترونات القيمة جدا تنفع للمحجبات المحجبات والغير المحجبات وكمان من التطبيقات السهلة والبسيطة والسريعة ما بتاخدش أي وقت ومن خلال الجدول اللي هنشوفه مع بعض تقدري تعمليها معايا بأي مقاس قبل ما نشوف باترون النهاردة خليني أذكر كل حبايبي وأصدقائي إننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات كتيرة ومتنوعة من الطوائي والسلاوتشي فإذا ما شفتهاش معايا أو بتتابعيني لأول مرة وحابة تتابعي أي باترون منهم هتلاقي اللينك الرئيسي أسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس ومن خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتابعي كل الأشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض أما دلوقتي خلينا نشوف الأدوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط صوف متوسطة السمك بالشكل اللي احنا شايفينه كده وهستخدم ابرتين بمقاسين مختلفين طبعا نفس التطبيق تقدري تشتغليه بمقاس ابرة واحد ولكن انا حابة يكون غرزة الباف بتاعتي منتفخة شوية فهستخدم عليها ابرة اكبر من الابرة اللي هستخدمها على الاطار هستخدم على الاطار ابرة رقم اربعة مليمتر اما على غرزة الباف اللي هرتفع بيها فهستخدم الابرة الكبيرة اللي هي رقم خمسة مليمتر تمام هحتاج لابره التنظيف والمقص الجدول اللي ظهر دلوقتي هو جدول قياسات ستاندرد لمقاس محيط دوران الراس طبعا دي قياسات ستاندرد لاي طاقيه هتعمليها ولو حابه تشتغلي الباترون اللي هنشتغله النهارده باي مقاس كل عليك بتعمليه بتشوفي المقاس بالسنتيمتر للمقاس اللي هتشتغليه من على الجدول وبتبتدي تشتغلي معايا بنفس الخطوات انا بالنسبه لي هشتغل مقاس نسائي وهشتغل على خمسة وخمسين سنتيمتر فهنعمل ايه هنيجي على البداية هنا نعمل حلقة بداية بشكل طبيعي بنسحب من الخيط واحد اتنين ونشد طرف الخيط بعد كده هنرتفع بيه عشرة غرزة سلسلة هسحب من الخيط بالشكل ده كده واطلع من الحلقة اللي على الابرة وهبتدي اعد عشر سلاسل بنفس الطريقة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد كده هاجي من على بداية الدور هلف الخيط على الابرة هفوت السلسلة الاولى والتانية وعلى رقم ثلاثة هشتغل نص عمود اللي هو ثلاث حلقات وبطلع منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده كده وهكرر مرة تانية على كل الغرز اللي موجودة معايا بنفس الغرزة بلف الخيط وعلى الغرزة اللي عليها الدور هسحب نص عمود وبنفس الطريقة كده على كل غرزة الغرزة اللي بعدها برضو نص عمود وهكرر كل غرزة بتقابلني بشتغل عليها نص عمود ولحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور بنفس طريقة العمل دلوقتي هنرتفع على الدور اللي جاي باتنين سلسلة واحد اتنين وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده كده الارتفاع بيحل محل اول آه غرزه اسفل الابره على طول وهبتدي اشتغل من نفس غرزه النص عمود بس المره دي هشتغلها على الباك لوب او على الفتله الخلفيه هلف الخيط على الابره الغرزه اللي جايه وعليها الدور مش هشتغل على حلقتين الغرزه بشكل سليم كده لكن هسيب الفتله الاماميه ودايما هدخل على الفتله الخلفيه بالشكل ده تمام هسحب الخيط واشتغل من نفس الغرزه اللي هي ثلاث حلقات وبطلع منها وهكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقه بلف الخيط على الابره الغرزه اللي عليها الدور شايفين بدخل على الباك لوب او بسحب الفتله الخلفيه وبس احنا يفترض ان احنا بنخش في الغرزه كده لا انا هسيب الفتله الاماميه وبس هشتغل على الباك لوب او على الفتله الخلفيه هسحب الغرزه بتاعتي وهشتغل غرزه نص عمود هلف الخيط وبنفس الطريقة على كل غرزة في الباك لوب كده هسحب نص عمود ولحد ما اوصل على بداية الدور مرة تانية وصلت على نهاية الدور بنفس الطريقة وخلي بالي ان اخر غرزة بشتغلها بشتغلها على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية علشان يكون الكيرف بتاعي مستقيم ومظبوط هرتفع على الدور اللي جاي وكل اللي انا هعمله هبتدي اكرر من السطر السابق كده على الباك لوب بغرزه النص عمود هرتفع من نفس الدور كده لحد ما اوصل على القياس اللي بشتغله كل اللي بعمله اني بوصل على النهايه كده برتفع باتنين سلسله واحد اتنين وبلف الشغل بتاعي الارتفاع بيحل محل اول عمود او اول غرزه وهلف الخيط على الابره وابتدي اكرر على مدار الدور كله اول باك لوب بتقابلني اهي الفتله الخلفيه وهسحب عليها نص عمود وه كذا هكرر على مدار الدور من نفس الدور كده وهنرتفع لحد القياس المناسب على الاطار ونرجع نشوف الخطوه اللي جايه ارتفعت بالتكرار من نفس الدور كده لحد ما وصلت على محيط دوران الرأس اللي بشتغل عليه طبعا مش لازم ابدا تلتزمي بيه الارقام اللي على الجدول ممكن تشتغل الاطار ده وتقسيه على راسك لحد ما توصلي على القياس المناسب انا هنا كده مش هرتفع من جديد بعد ما اشتغلت اخر دور وصلت على المقاس المناسب هبتدى احط القطعتين على بعض هتنى القطعة بالشكل ده كده بحيث يكون الطرف للطرف وهبتدى ادخل على اول غرزة من الاتجاه الثاني هسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الإبرة عندي هنا غرز منتظمة فهاخد غرزة وصاد غرزة باخد الفتلة الخلفية من الغرزة الامامية هنا وكمان الفتلة الخلفية للغرزة اللي ورا وهسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها وهكرر بنفس الطريقة الغرزة اللي جاية وعليها الدور والغرزة اللي قصادها على الاتجاه الثاني وهسحب واشتغل غرزة حشو بنفس الطريقه لحد ما اقفل الجزئين مع بعض غرزه قصاد غرزه كده وبقفلهم بغرزه الحشو البسيطه زي ما احنا شايفين هكرر ولحد النهايه وصلت على النهايه اخر غرزتين معايا بوصلهم بالشكل ده كده اخر غرزه مع الغرزه المقابله وهسحب اخر غرزه حشو زي ما احنا شايفين اتوصل الاطار معايا واصبح بالشكل اللي احنا شايفينه كده تمام دلوقتي هقلب الاطار بحيث ان انا اكون على الوش يعني القطعه الموصوله هلاقي حرفه على غرزه الحشو كده تبقى للداخل وهقلب الاتجاه بتاعي بحيث ان انا اكون على وش الاطار تمام بعد كده هعمل ايه هرتفع بسلسله واحده وهلف الخيط على الابره في نفس مكان الارتفاع هنزل على اسفل الابره على طول بالشكل ده كده اسحب الخيط وهشتغل نص عمود نفس الغرزه اللي هي ثلاث حلقات وبسحبهم في حلقه واحده وهكرر عندي غرز منتظمة أو سطور منتظمة على كل سطر بيقابلني بشتغل غرزة نص عمود من نفس الغرزة كده ثلاث حلقات وهطلع منهم وهبتدي أكرر على مدار الإطار كله كل سطر بيقابلني من السطور اللي بالعرض كده اشتغلتها على الإطار هشتغل عليها غرزة نص عمود وهكذا هكرر لحد ما أوصل على البداية بتاعتي مرة تانية وصلت على البداية مرة ثانية يعتبر اشتغلت غرزة وصوت كل غرزة قبلتني وبعدين هاجي على النهاية هنا على الغرزة رقم واحد اللي بدأت بيها الدور هدخل وقف الغرزة منزلقة وانهي الراوند هبتدي ارتفع من غرزة الباف وعشان كده هسيب الابرة الصغيرة وهبتدي اشتغل برقم خمسة مليمتر هنا هرتفع بسلسله واحده بالشكل ده كده وارفع الخيط بتاعي شويه على نفس الغرزه اللي قفلت فيها منزلقه اهي هلف الخيط وهشتغل غرزه باف مكونه من اربع لفات هدخل اسحب الخيط وارتفع كده اللفه الاولى هلف وادخل واسحب وارتفع اللفه الثانيه هلف الخيط وادخل واسحب وارتفع اللفه الثالثه واللفه الرابعه بنفس الطريقه كلهم على نفس الغرزه الاولى تمام بعد ما برتفع بيه او بسحب اربع لفات بالشكل ده كده كل الحلقات اللي معايا على الابره هخرج منهم مره واحده وهقفل على الغرزه بسلسله وهكرر بنفس الطريقه هاجي الف الخيط على الابره بفوت غرزه واشتغل على الغرزه اللي بعدها بفوت الغرزه اللي عليها الدور اهي والغرزه اللي بعدها بدخل في حلقتين الغرزه بشكل سليم هسحب غرزه بف مكونه من اربع لفات كده اللفه الاولى اللفه الثانيه اللفه الثالثه واللفه الرابعه والاخيره بعد اربع لفات بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات اللي معايا واقفل على الغرزه بالسلسله وهبتدي اكرر مره ثانيه بلف الخيط على الابره بفوت غرزه والغرزه اللي بعدها غرزه بف من نفس غرزه البف من اربع لفات ادي اللفه الاولى الثانيه الثالثه واللفه الرابعه والاخيره بعد اربع لفات كده هسحب كل الحلقات واقفل على غرزه البف بسلسله زي ما احنا شايفين بنفس التكرار كده هشتغل غرزه وغرزه بفوت غرزه والغرزه اللي بعدها بكون من نفس غرزه البف واحد اتنين ثلاثة اربع لفات بالشكل ده كده واسحب كل الحلقات اللي على الابرة واقفل على الغرزة بسلسلة هكرر كده بغرزة وغرزة والحد النهاية وصلت على نهايه الدور بنفس طريقه العمل بالشكل اللي احنا شايفينه كده بعد اخر غرزه بف اه بشتغلها اه بيتبقى معايا على الدور غرزه واحده بس وهي الغرزه اللي انا بفوتها ما بين كل غرزه والتانية هفوت اخر غرزه بالشكل ده كده وهقفل منزلقه بس المنزلقه بتاعتي مش هقفلها على سلاسل الارتفاع ولكن بقفلها على طب غرزه البف نفسها فوق الغرزه نفسها كده بيبقى في مكان بالشكل ده كده على الحلقتين بشكل سليم وهسحب غرزه منزلقه بطلع من من الحلقة اللي على الابرة وبقى نهيت. على الدور اللي جاي هبتدي اكرر من نفس غرزة البف هي هي علشان اكرر ويكون ارتفاعي سليم من المنزلقة اللي بقفل بيها الدور بالشكل ده كده باجي على الفراغ اللي جاي واشتغل كمان منزلقة لانه ده هو المكان السليم اللي المفروض ارتفع منه. ف... بعد ما قفلنا منزلقه كده هشتغل كمان منزلقه على الفراغ اللي جاي على طول وهيقابلني بعد غرزه الباف اللي قفلت فيها بالشكل ده كده بدخل جوه الفراغ واسحب كمان منزلقه ببقى انتقلت على المكان السليم للارتفاع وارتفع آه بالشكل ده كده بالخيط هشتغل من نفس الغرزه غرزه الباف المكونه من اربع لفات فهرتفع بالشكل ده كده ودي لنفسي براح والف الخيط على الابره وعلى نفس المكان هو هو بسحب الخيط وارتفع كده اللفه الاولى وهكرر بلف الخيط وانزل اسحب وارتفع اللفه التانية هلف الخيط وانزل واسحب وارتفع اللفه الثالثه واخر لفه بنفس الطريقه بعد اربع لفات بالشكل ده كده كل الحلقات معايا بسحبهم على حلقة واحدة واقفل على الغرزة بالسلسلة زي ما احنا شايفين هو تكرار لنفس الغرزة اللي كنا بنشتغلها ودلوقتي هبتدي اشتغل من نفس الغرزة هي هي المرة دي هشتغلها على الفراغات اللي ما بين غرزة البف واللي بعدها يعني هفوض غرزة البف اهي وعلى الفراغ اللي جاي هكون من نفس الغرزة بلف الخيط على الابرة جوه الفراغ هسحب واحد اتنين تلاتة اربعة شايفين معايا بعد أربع لفات بالشكل ده كده بسحب كل الحلقات وأقفل على الغرزة بسلسلة، وهكرر على الفراغ اللي جاي بنفس الطريقة من نفس الغرزة واحد اتنين تلاتة أربعة، وبسحب كل الحلقات بعد رابع لفة بالشكل ده كده وأقفل على الغرزة بسلسلة شايفين معايا هو نفس التكرار من نفس غرزة الباف وهكرر على كل فراغ هيقابلني بشتغل غرزة باف واحدة لحد ما اوصل على بداية الدور مرة تانية. شايفين آدي واحد اتنين تلاتة أربعة وبسحب كل الحلقات وأقفل على الغرزة بسلسلة هكرر كده ولحد النهاية وصلت على نهايه الدور بنفس الطريقه بعد اخر فراغ اشتغلت عليه اخر غرزه باف هقفل منزلقه فين بقفله على طب اول غرزه بدات من عندها الدور فوق بالشكل ده كده فوق الغرزه نفسها بيبقى فيه حلقتين للغرزه بسحب عليهم غرزه منزلقه وبقى نهيت الراوند شايفين معايا وعشان ارتفع ويكون ارتفاعي سليم لازم انتقل بكمان منزلقه على اول فراغ بيقابلني نفس الدور السابق ده هو السطر اللي هيتكرر معايا على طول القطعه وعلى مدار الباترون هو هو نفس الدور بنيجي على النهاية نقفل منزلقة بالشكل ده كده وعلى اول فراغ بعد البف الاولى على طول بسحب كمان منزلقة ابقى انتقلت للمكان السليم وابتدي اكرر من نفس الدور بنفس الخطوات بعد ما ارتفعت على المكان السليم بالشكل ده كده ارفع الخيط شوية وادي لنفسي البراح براح غرزة البف اللي بشتغلها وهلف الخيط على الابرة واشتغل على نفس الفراغ هو هو نفس غرزة البف المكونة من اربع لفات ادي كده اللفة الاولى بلف الخيط وادخل اللفة الثانية، هلف وادخل اللفة التالتة بنفس الطريقة اللفة الرابعة بعد رابع لفة بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة بعد كده هكرر بشتغل فين بشتغل على الفراغات اللي ما بين غرز البف فعلى الفراغ اللي جاي على طول هلف الخيط وكون من نفس الغرزة بدخل بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة اسحب كل الحلقات وبقفل على الغرزه بسلسله وهكرر على الفراغ اللي جاي بنفس الطريقه ومن نفس الغرزه ادي اللفه الاولى الثانيه الثالثه واللفه الرابعه والاخيره بعد رابع لفه بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزه بسلسله شايفين هو نفس التكرار ومن نفس الغرزة باجي على النهاية دايما أقفل منزلقة على طب أول غرزة بعد كده بنتقل بمنزلقة على أول فراغ بيقابلني علشان أرتفع ويكون ارتفاعي سليم وابتدى أكرر نفس الدور ومن نفس الخطوات برتفع قد ايه يفترض ان انا ارتفع بالارتفاع المناسب على القياس اللي بشتغل وده هتلاقيه موضح على الجدول كل قياس قدامه يعني سلاسل البداية او بالسنتيمتر وكمان الارتفاع بالسنتيمتر اذا انا هرتفع بشتغل قياس نساء وهرتفع وعشرين سنتيمتر ونرجع نشوف الخطوة ارتفعت بنفس التكرار على القطعة زي ما احنا شايفين من نفس التكرار هو هو الدور ووصلت على الطول المناسب بتشوفي الطول المناسب من على الجدول بجانب بكل قياس وبنرتفع بالنسبه لي اشتغلت معاكم القياس النسائي وارتفعت لحد 25 سنتيمتر لما بتقيسيها من بعد الاطار يعني ما بنحسبش الاطار من الطول او الارتفاع اللي بنرتفع ولكن من بعد الاطار كده من بدايه غرزه البف لحد النهايه تبقى 25 سنتيمتر او بالطول آه الارتفاع آه المناسب على القياس اللي اشتغلتيه من على الجدول لما بنوصل على آه الطول والارتفاع المناسب بالشكل ده كده بنبتدي على نهايه الدور خلاص مش هنرتفع من جديد يفترض ان انا على النهاية وقفلت منزلقة بشكل طبيعي على طب اول غرزة بالشكل ده كده هاخد سلسلة تأمين وارفع الخيط وهقصه وخلي الخيط ده بزيادة شوية فتلة طويلة علشان نفس الفتلة دي هنقفل بيها باقي البناء. المرحلة دي الفتلة اللي قصيتها بالشكل ده كده ببتدي اضمها على ابرة التنظيف علشان اقفل طب الطاقية من المكان اللي احنا واقفين عليه دي سلسلة التأمين اللي اخدتها والخيط خيط النهاية اهو وابتدي اشتغل برضو على الفراغات اللي ما بين غرز الباف اللي كنت بشتغل عليها هقفل ازاي بدخل من الداخل شايفين مش من على وش القطعة ولكن من على الداخل بدخل من آه ورا بالشكل ده كده على الفراغ اللي كنت بشتغل عليه وبطلع تمام وبنفس الخياطة اللفة دي هفضل اكرر على كل الفراغات اللي موجودة معايا الفراغ اللي بعده بنفس الطريقة من الداخل كده وهخرج على الخارج وهكرر بنفس الطريقة كده لحد ما لف ووصل على نفس المكان اللي بدأت من عنده آه وبدأت آه الخياطة بالشكل ده كده على كل فراغ بيقابلني ولحد نهاية الدور لفيت داير ما يدور لحد ما وصلت على البداية بتاعتي مرة تانية وممكن اول فراغ بدأتي من عليه انك تحطي دبوس بالشكل ده كده عشان تبقي عارفة مكان البداية زي ما احنا شايفين اشتغلت على الفراغ اللي قبل الاخير وده بالنسبة لي كان اول فراغ بدأت من عليه هيبقى عليه بردو اخر غرزة بالنسبة لي فهدخل من ورا بالشكل ده كده اشتغل على نفس الفراغ اللي بدأت منه كمان غرزة تبقى غرزة النهاية بالشكل ده كده آه وصلنا على البدايه وكل اللي انا هعمله نبتدي ان احنا نضم ونشد الخيط بالشكل ده كده لحد ما نغلق كل سنتر الدايره اللي موجود معايا بالشكل ده شايفه كل ما هتشدي وتظبطي القطعه بتاعتك كده السنتر هيقفل معاكي للنهايه شايفه بالشكل ده كده احنا اغلقنا كل الدائره وكل اللي هنبتدي نعمله بنفس الابره والخيط هنبتدي ناخد غرز تثبيت ونثبت الجزء الباقي المفتوح من القطعه بالشكل ده كده شايفين هاخد غرزتين تثبيت بخياطه عاديه خالص وانا بخيط بسحب كويس الخيط بتاعى علشان اقدر اغلق باقي الدائره وباقي الجزء المفتوح عندى هاخد الغرزتين بالشكل دا كده من على يعنى دا يعتبر وش القطعه وبعد كده بعد الغرزتين دول هدخل بقى على جوه القطعه من المكان اللي انا موجود عليه كده هدخل الابره وبردو من داخل الطاقيه من جوه هبتدي ان انا اخد غرزتين تثبيت آه فقط عشان اثبت الخيط بتاعي بالشكل ده كده وبعد كده ببتدي ان انا اخفي نهايه الخيط بالمره باجي كده على الخلفيه من الداخل وادخل جوه الغرز بتاعتي شويه آه جزء من الخيط وبعدين بتخلص من الزياده اقصها كده يبقى انتهى تطبيق النهاردة زي ما احنا شايفين قد ايه من التطبيقات السهلة والبسيطة طبعا بيبان اكتر معاكي على اللبس زي ما احنا شايفينه كده على المانيكان من اه القطع القيمة جدا الا اتمنى انك تجربيها معايا ويا ريت كل الاستفاد ما ينساش يعمل لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لأول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد اشوف اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته